أنا عايشة في النادي تقريباً من وأنا صغيرة، يعني طبعاً التكريم ده مختلف عن أي تكريم تاني، وطبعاً مختلف، فحابة أشكركم على الحفلة الجميلة. قولي لي بقى، انا عايز اسالك سؤال، حاسه بايه وانت واقفه كل الاولاد دول عايزين يتصوروا معاكي؟ يعني تعبك هدايا الفتره اللي فاتت دي كلها على مدار تاريخ، من وانت شابه لسه صغيره او وانت طفله صغيره، توقعت انك تبقى ايقونه من الايقونات في يوم من الايام؟ ما كنتش يعني متوقعه كده، بس يعني الحمد لله ده يعني من ربنا يعني، ويا رب اشوف الابطال دول كلهم في يوم من الايام ابطال اولمبيات وابطال عالم واحسن مني بكتير يعني ان شاء الله. الفتره الجايه بقى عايزين نعرف هدايا خطواتها الجايه ان شاء الله الفتره الجايه عشان نستعد لاولمبياد باريس 2024. الفتره الجايه انا فرحه وهكمل يعني فترة شوية كمان، ممكن نروح أكمل لحد ما الموسم الجديد يبدأ، لأن لسه لحد آخر السنة ما فيش بطولات دولية يعني. إن شاء الله يعني على السنة الجاية نشوف يعني البطولات إيه، الجدول إيه، ولسه بقى هرتب الخطط بتاعة التدريب بتاعتي إن شاء الله. نصيحة توجهها للأولاد الصغيرين موجودين حواليك دول، تحبي تقول لهم إيه؟ يجتهدوا دايما ويعملوا اللي عليهم وما يقصروش خالص في أي حاجة، وإن شاء الله عمره ما تعبهم ده هيروح، طول ما الواحد يجتهد ده هيلاقي إن شاء الله، ويصبر بس الصبر شوية يبقى عندهم صبر على النتيجة. سؤال تقليدي دايما كلنا بنسأله دايما باستمرار، مين ليه دور كبير في حياة هدايا ملاك انها توصل للمستوى ده؟ طبعا هيبقى اكيد العيلة المدربين، بس اكيد في اسامي نفسك تذكريها وتقوليها دلوقتي قدام الشاشات. طبعا اهلي يعني هم رقم واحد، واخويا كبير وجوزي طبعا، ويعني هم اللي على طول معايا في الفترة اللي انا كنت، هم اقرب ناس ليا. وطبعا المدربين بتوعي سواء من النادي كابتن وائل مهران، او من المنتخب كابتن اسامه السيد او كابتن محمد مجدي او كابتن اوسكار، هم اللي مرنوني الفتره اللي قبل طوكيو. شكرا. اشكرك. ميرسي.